الله الشعر حلو واحلى ما في ابي كم احبك، شعر ندى السيد الاستاذ شمس السيد احمد الرفاعي شاعره اهل البيت واهل بيت دوله الكويت، وهي صورتها مع الوالد، كانت هي راحت عالجت رجلها في المانيا وسويسرا بالستينات، وهاي صوره حلوه هي وياه، وابوها السيد السيد هاشم الرفاعي الوزير النائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفيه شاعر، وهذه صادره عن مجله البيان اللي هي رابطه الوالد مؤسسها لما كان وزير دوله شؤون مجلس الوزراء، والنائب الشيخ الطريق رفع الصوفية بدولة الكويت ب64 ميلادي، وهاني حاطين للأمانة شوف كتابة نصيحة لعلماء نجد مقدم للبوطي، وهذا بعد كتابة لأزمة دستورية عشان التجار، هل ما يصير يصيرون تجار وزراء، هذا كتابة الصوفية والتصوفي ذو الكتابة والسنة. المهم نقرأ الندى وإبداعاتك يا ندى. ندى تقول الندى سيدنا محمد صحبه سلم: ساظل يا أبي بكل ثناء بك أقتدي يا زينة النجباء، لا لم تمت والوجه موفور السنا في زمرة الباقين والشرفاء، عاش الكرام وإن توارى جسمهم تحت التراب بظل خير سمائي. اللهم سيدنا محمد وعلى صحبه، لسانك وبدنك مصالح، حي وفي أوفى صميم قلوبنا تبقى وتقطن مثلما الأحياء، أبتاه يا من كنت فرحة جمعنا برؤاك عند الباب كل لقاء بالمنصورية. كان يحب الناس هو السيد، فتجلسوا فضلا ولا تتأخروا، كان يستقبلهم إخوان وأخواته يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، يقرأ الأوراد الصوفية وغيرها داخل البيت، وتحيطنا كالخيمة الشماء الشمائي، فنكون كالأطيار في أجوائها في فسحة في روضة غناء، هيا اقرأوا الأوراد جاء أوانها فنردد الأذكار عند دون عناء، وتقول لا عاش الرجيم فأقبلوا وتفضلوا قد حان وقت عشائي. والله أنا فترة سويت أجيم بالتسعينات وهو قطع، سبحان الله يابلي لقمة كذي مرق بالمصير ما مرق الخطيب وادو، سبحان الله فكت بطني، وبدور بين الأهل وتدور ويدور بين الأهل حلو حديثكم وتسرنا بالبسمة الغراء، تروي لنا عبرا وتسمع رأينا بالوعظ والإرشاد دون عناء، ومن مرثت يا أزكى النفوس ولم تزل لله محتسبا بكل رجاء، عند السرير إشارة من نوركم وبشارة وسكينة الرحاء، حتى إذا ما أنهكتك مواجع واستيأس الآسون من أدوائي، غادرت يا أغلى من الروح التي تشتاق كي تلقاك كل مسائي، وتركتنا مثل الحيارى غير أن لازلت زالت الآثار في الأرجاء، في رحمة الله الكريمة شيخنا أورثني اسما كما الجوزاء، في لوحة المحفوظ ما قدمته يا راعي الديوان والفقراء، وصلاة ربي ما ترنم طائر تغشى نبي الحجة البيضاء، وصلاة ربي ما تعبد ساجد تهمي عليكم يا ابن الزهراء. فاطمة الزهراء اللهم صل عليه على أبوها عليها وأبيها وعليها وبنيها وسرك المستودع فيها وابن أخيها الفاتح. لا من الشيطان دي بسم الله، دينا مصح لسانك يا الندوب.